نعم، هو يسأل يقول: كنت أصلي خلف إمام وسهى الإمام ثم ذكر وكمل الصلاة، فلما سلم الإمام ما سجل سوى أنا قمت لأتم صلاتي، يعني نويت المفارقة، ثم بعد ذلك صار حديث بين الإمام والمأمومين فسجد للسهو وأنا كنت قد وقفت هكذا. إيه نعم، أولا الأصل أنك لا تقف إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، هذا الأصل. بعض الناس يستعجلون، يعني مجرد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى وقف حتى يقضي صلاته، وهذا خطأ لا يجوز. لا تقوم إلا بعد أن تسلم الإمام التسليمة الثانية خروجا من الخلاف، لأن مذهب أحمد التسليمة الثانية ركن، ولا يجوز لك أن تفارق الإمام إلا بعد أن يتم أركان الصلاة. أنت ما أتميت أركان الصلاة على مذهب أحمد. صحيح عند الجمهور التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة، فالأحوط تدير بالك أنك ما تقف لأن كلها لحظات، انتظر حتى يسلم الثانية. فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية يبين، يعني إذا قالوا له سبحان الله ولا كذا تنتظر حتى تفض تشوف شو اللي صاير. لكن على كل حال صلاتك صحيحة طالما نويت المفارقة وقمت، صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. أي نعم، دخلوا. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.